مرحبا، أنا دكتور عمر سرحان، أخصائي جلدي وتجميل والعلاج بالليزر. اليوم بدنا نحكي عن جهاز الهايفو. طبعا احنا من مبدأ حرصنا انه دائما تكون عندنا بالعيادة احدث الاجهزة، احدث التقنيات. اليوم بدنا نحكي عن جهاز هايفو من شركة جيسيس، اللي هو بيعتبر يعني تقريبا من احدث الاجهزة الموجودة هلأ بالعالم. تقنية جديدة مميزة جدا فيه، اللي هي بتشتغل على مبدأ اللينير تكنيك. شو هي اللينير تكنيك؟ بمعنى انه الهاند بيس بتعطي بشكل لينير، هذا بيخلينا انه نعطي عدد ضربات كبير بوقت قياسي، وكمان انه اكيد الفعالية راح تكون كبيرة والألم كثير راح يكون أقل من الأجهزة اللي قبل. يعني احنا كنا بالأجهزة اللي قبل مثلا كانت تاخذ الجلسة معنا ساعتين حتى نغطي مثلا منطقة الوجه والرقبة. اليوم بهذا الجهاز الجديد وبتقنية اللينير تكنيك راح ممكن نخلص الجلسة بوقت جدا أقل، يعني ممكن نص ساعة ل 45 دقيقة، وبنفس الوقت راح يكون الفعالية طبعا كبيرة والألم كثير محتمل. طبعا احنا زي ما حكينا بالقبل، الهايفو بنستخدمه لشد الوجه والرقبة، يعني هو بيعمل ستيميوليشن تقريبا للكولاجين الموجود تحت الجلد، حتى مع الوقت يصير في شد كامل للوجه ولمنطقة الرقبة خاصة اللي بنسميها الدبل تشين. طبعا النتائج، في بعض النتائج بتطلع مباشرة بعد الجلسة، لكن النتائج الأكبر وال يعني والواضحة أكثر بتطلع خلال تقريبا شهرين ثلاث. هلا قد ايه بنعمل بنكرر عدد جلسات؟ طبعا احنا ممكن نكررها ما بين 9 شهور للسنة حسب الحاجة. لكن هو بشكل عام هو جهاز فعال جدا، وخاصة هذا الجهاز انه زي ما حكينا انه التقنية هاي الجديدة فيه اعطتنا كثير يعني ميزات، وقت قياسي ممكن نعطي ضربات كبيرة، واكيد الفعالية راح تكون ممتازة، واهم شيء زي ما حكينا الألم خفيف. وشكرا لكم.